السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم تكون شرف جاي من المغرب ان شاء الله. نشجع المنتخب الوطني من مدينه وادي زم، وان شاء الله كنتمنى من المنتخب الوطني يحسم الفوز في هذه المقابله، لان معطشين بزاف الفوز. وتحيه للمنتخب الوطني، وان شاء الله احنا ديما معكم ومشجعينكم من مدينه وادي زم. وادي زم كله معكم بشجعكم قلوبنا ان شاء الله. وديما وادي زم، ديما وادي زم. تحيه للمكتب المسير اللي بصراحه شفنا دار سنة رائعة جدا. تشكر اللاعب مدينة وادي زم وجمهور وادي زم. تحية. الفوز بإذن الله، المغرب يفوز، لازم يفوز عشان احنا موجودين معاه ان شاء الله. نشيئة 2-0. والله مباراة كويسة، يعني عشان اللي يتصدر المجموعة، كل واحد عايز يتصدر المجموعة عشان ما يجيش دور ال 16 يطلع بره ملعبه. كله هيبقى عايز يلعب في الملعب اللي يعمل المجموعات. فده ماتش قوي يعني، بإذن الله هنفوز في المغرب. نتيجة؟ نتيجة بإذن الله توقعات 2-0 للمغرب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله الغلب مغربي والنتيجة 2-0 واللقب مغربي إن شاء الله. غياب طيب أتشم؟ شوية كاين مدافعين ومهاجمين أفضل. وان شاء الله النتيجه، احنا ما كيهمناش اللاعب، احنا كيهمنا الفريق كامل، منظومه. وان شاء الله لقب مغربي.